السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم هبة حسن من قناة هاند ميد. ايه رأيكم في العروسة؟ هنعمل حاجة دلوقتي حلوة جدا. بصوا، طبعا على طول الشعر بيبقى بتاع العروسة بيقع، فاحنا فلازم يعني نشوف لها حل. هنسيبها كده قرعة، فهنشوف حل مع بعض دلوقتي. والعروسة دلوقتي ما بتقفش يعني اهو كده، فبتروح مايله كده، فهنظبط لها بقى جو حاجات من تحت كده. عايزين بقى هنعمل شعر العروسه. انا عندي خيط صوف اسود انا هستخدمه. مثلا انا عايزه شعر العروسه دلوقتي كده، الطول ده كويس، فهقص بقى كميه من نفس الطول ده.